ومن فيها وصورها وجملها فما أعظمه من إله، وخلق الآخرة فيها مستقر العباد فعنده ملتقاه، اطلب بطاعته رضاه فإنه لم يزل بالجود يعطي طالبين رضاه. هو أول هو آخر هو ظاهر هو باطن ليس العيون تراه. إلهي إن ذنوبي في الورى قد كثرت وليس لي عمل في الحشر ينجيني، وقد أتيتك بالتوحيد يصحبه حب النبي وهذا القدر يكفيني. يا من لطفت بحالي قبل تكويني لا تجعل النار يوم الحشر تكويني. سبحانك ربي وأنت القائل لموسى عليه السلام كن واثقا من رزق مضمون ما دامت خزائني مملوءة وخزائني لا تنفذ أبدا. يا موسى لا تخف من ذي سلطان ما دام سلطاني باقيا وسلطاني لا يزول أبدا. يا موسى لا تأمن مكري حتى تدخل الجنة، وفي الجنة أصاب آدم ما أصابه فلا تأمن مكري أبدا. وأصلي وأسلم وأبارك على سيدنا رسول الله محمد يوم أن وقف موسى عليه السلام على حافة القبر ودفن أخاه هارون فأخذته الشفقة فبكى، فأوحى الله إليه قائلا يا موسى وعزتي وجلالي لو أزدت لأهل القبور لأخبروك بلطفي بهم في قبورهم. يا موسى وعزتي وجلالي أنا لم أنسى عبادي وهم على ظهر الأرض مرزقين، فكيف أنسى عبادي وهم في باطن الأرض مقبورين؟ فوعزتي وجلالي لو قدم العبد علي يوم القيامة لم أنظر إلى كثرة معاصيه ولكن أنظر إلى قلة حيلته، لذلك قال موسى من أجل ذلك سميت نفسك الغفور الرحيم. أيها السادة الحضور الكرام، عدنا مع حضراتكم إلى ساحة القرآن والعود أحمدي في هذه الليلة القرآنية المباركة التي نودع فيها راحلنا الكريم حج ناصر محمد عمر. اسأل ربي أن يسكنه الفردوس الأعلى من الجنة وأن يلهم أهله وزويه الصبر والصلوان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. باسم نجده وقور الأستاذ محمد ناصر محمد عمر، باسم إخوة الراحل الكريم وعنهما الحج سعيد محمد عمر، الحج عرفة محمد عمر، والحج طارق والحج محمد والحج قفر، وباسم الأستاذ سمير محمد عمر وجميع الأسر والعائلات المرتبطة بصلتهم جميعا، يتقدمون بوافر من الشكر والتقدير لحضراتكم. هيا بنا إلى ساحة القرآن الكريم. حقا لقد وعظ القرآن المجيد ليطل التذكار عليكم ويعيد، ومع هذا فقد سبق العذاب التهديد، فذكر القرآن من يخاف وعيد. القرآن الكريم وفضيلة القارئ الشيخ العزب سالم قارئ الإذاعة والتلفزيون المصري الذي سنستمع إليه في فجر الأحد القادم إن شاء الله عبر أثير إذاعة القرآن الكريم، فليتفضل فضيلته مشكورا.
وكلا نقص عليك من أنباء الرسل وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ
قبله لمن
الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر والشمس والقمر والشمس والقمر رأيتهم في ساجدين قال يا بني يا لا تقصص رؤيا نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص إخوتك فيكيد
ضلال مبين
وقتلوا يوسف واطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة. لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابات الجب يلتقطه بعض السيارة كنتم فاعلين. النبي المختار
عيني حضر عيني حضر عيني حاضر حاضر قولوا يا أبانا قولوا يا أبانا ما لك لا تأمن على يوسف ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون يا رب صلي على سيدنا النبي المختار يا
رب صلي على سيدنا النبي المختار. الله قوم يا مترنا واسمعي، قوم اسمعي القرآن وتمتعي بحب الصلاة على سيدنا النبي. الله فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابات الجب، وأوحينا
وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان والله المستعان على ما تصفون وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين قميصه بدم كذب صلي على سيدنا النبي يا رب صلي على سيدنا النبي المختار قال بس سولت لكم أنفسكم أمرا
فصبر جميل فصبر جميل قال والله المستعان والله المستعان على ما تصفون وجيء السيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوة وجيء وشروا بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال Oh
وقال الذي اشتريه من مصر لامرأته اكرمي مثواه وقال الذي اشتريه من مصر لامرأته اكرمي مثواه عسي ان ينفعنا او نتخذه ولدا. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه تأويل الأحاديث. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك إنه
التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وغلقت الأبواب وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ قال معاذ الله قال معاذ الله إنه ربي إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون صدق الله العظيم. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. إن قالوا عني لست شاكيا ففي شكوتي إلى ربي فيها العزة والافتقار. وإن قالوا كيف يفنى بني آدم وتفنى الخلائق أجمعا فالملك يعود إلى واحد اسمه الواحد القهار. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام استمعنا لهذه التلاوة القرآنية المباركة تلا علينا فضيلة القارئ الشيخ العزب سالم قارئ الإذاعة والتلفزيون المصري والذي سنستمع إليه في فجر الأحد القادم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من الهيئة الوطنية لإذاعة القرآن الكريم في هذه الليلة القرآنية المباركة التي نودع فيها راحلنا الكريم الحاج ناصر محمد عمر. اسأل ربي أن يسكنه الفردوس الأعلى من الجنة وأن يجعل القرآن هدية له في قبره. اسم نجده الوقور الأستاذ محمد ناصر محمد عمر. واسم إخوة الراحل الكريم الحاج سعيد محمد عمر والحاج عرفة محمد عمر الحاج طارق محمد عمر والحاج محمد محمد عمر الحاج مفرح محمد عمر والسيد الأستاذ سمير محمد عمر وجميع الأسر والعائلات المرتبطة بصلتهم جميعا. تقدمون بوافر من الشكر والتقدير لحضراتكم وكل من شرفنا بأداء واجب العزاء. شكرنا أيضا لصاحب مخازن الفراشة الحديثة المنبقة بالإنارة الذهبية والهندسة الإذاعية والخدمة الفندقية وهذا القصر الذي كمل وجمل على أكمل وجه فراشة الحاج أشرف النحال بطوق محافظة القليوبية قناة المهندس أحمد الجعبري للحفلات الدينية. يا سادة الحضور الكرام إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا.